السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم الأخوة الكرام، معكم أخوكم محمد الشميري. طبعا درسنا لهذا اليوم بنقوم بتجهيز واجهة نشر المقالات على تطبيق النشر على SketchWare. بعد أن تعلمنا في الدرس السابق كيف نقوم بتجهيز قواعد الفايربيس وكيف نقوم بربطها على SketchWare، في هذا الدرس إن شاء الله سوف نتعلم كيف نقوم بإنشاء واجهة نشر المقالات على تطبيق النشر على SketchWare. طبعا قبل ان نقوم بالدخول الى تطبيق النشر على سكتشوير، قمت انا بمشاركه النموذج او تصميم النشر على سكتشوير. تذهب الى المشاركات او الكوليكشن، تروح على الكوليكشن ومن ثم تروح على الفيو وبتبحث بالاعلى على اسم التصميم. هذا هو التصميم، بتجده اول تصميم موجود عندك. هذا هو التصميم DR4، اوكي هذا هو. وممكن تبحث عنه اذا وجدت تصميمات اخرى حاليا بعد تصميمي. فهذا هو التصميم DR4 وهذا هو المستخدم الخاص بي اللي هو m.info، اوكي. بتروح على التصميم، تفتح التصميم، تمام، بتسوي له داونلود. بعدها بتروح تحفظه بأي تسمية، مثلا بارفون، ثم حفظه وتنتظر حتى يتم حفظ التصميم إلى السكتشوير لديك، ثم أوكي. وبعدها بنرجع على الرئيسية وبنروح على المشروع الخاص بنا الخاص بنشر المقالات على السكتشوير. هذا هو المشروع الخاص بالنشر أو التطبيق الخاص بالنشر، تمام. بنروح على الاكتيفيتي الثانية، وإذا كنت أنت ما أنشأتها بتروح تنشئها من هنا من الإضافة وتنشئ اكتيفيتي ثانية الخاصة بالنشر. وبعدها بتروح على الواجهة الخاصة بالنشر اللي هي الواجهة الثانية، بتذهب إلى قائمة المشاركات اللي هي الشارد فيو، ومن ثم بتجد الفيو اللي تم حفظه موجود في هذه القائمة، بتروح تسحبه على طول إلى الواجهة. وهذا هو التصميم الذي قمنا بمشاركته لكم، اوكي. فيوجد تعديلات بسيطة فقط على هذا التصميم، انك تعدل مثلا البدنج او مثلا تعدل الالوان او الخلفيات حسب رغبتك. طبعا قمنا بمشاركة التصميم اختصارا للوقت. طبعا في عندنا مجموعة حقول نحن بنحتاجها في هذا التطبيق علشان نقوم بنشر المقالات، بتجد اكثر من حقل. طبعا انا قمت بعمل هذه الحقول او هذا التصميم على أداة اللي هي سكرول في، زي ما تشايف الآن هي بتتحرك إلى الأعلى وإلى الأسفل. فعندي مجموعة حقول أنا بحتاجها لنشر المقال أو التدوينة من خلال التطبيق. طبعا قمت بتجهيزها لكم في هذا الجدول. طبعا بالبداية أنا بحتاج إلى إنشاء فايربيس دي بي اللي هي سوفت أندرسكور دي بي، وأيضا أحتاج إلى فايربيس ستوريج اللي هي عشان تخزين الصور، وبسميها soft underscore underscore st، اوكي. بعدها في عندي بالفايربيس دي بي او السوفت دي بي بحتاج لمجموعة حقول، وهذه الحقول وهي اللي موجودة عندي في هذا المكان. بحتاج الى article name اللي هي عنوان المقال، وايضا البلوجر نيم اللي هو مدون المقال، وايضا الارتيكل واللي هو المقال واللي هو موجود معنا هنا النص. ايضا بحتاج الى الديت اللي هو تاريخ نشر المقال واللي هو موجود اصلا معنا في هذا المكان بالاسفل. ايضا في مكان هنا اللي هو ايميج يو ار ال موجود عندنا حاليا، هو رابط الفيديو لكن ممكن نعدله الى رابط الصوره او رابط الفيديو اذا حبيت انك تضيف فيديو وتستبدله بالصوره ممكن بعدين تعدل، لكن حاليا بشرحه على الصوره. خليه رابط الصوره، تمام، بسوي حفظ. طيب في هنا ايضا عندي التول يورال اللي هو خاص برابط الاداه، يعني انك بتنشر اداة مع المقال. وهنا بتلاحظ الايميج فيو الخاصة بالصورة، وهنا عندي مجموعة ازرار موجودة بالاسفل. في عندي هنا زر اختار الصورة،
لرفعها، وهو علشان نذهب إلى الاستوديو لكي نستورد صورة لنرفعها. وهنا زر رفع الصورة لكي نقوم برفع الصورة إلى الستوريج. وهنا أيضا بعد اكتمال رفع الصورة واكتمال شريط التحميل اللي هو البروجريس بار إلى 100 وتظهر معنا رسالة تم رفع الصورة، نقوم بعدها بنشر المقال. ولازم يكون عندنا كافة الحقول معبأة بالبيانات، لا نترك فراغ للبيانات. بعدها بيتم نشر البيانات بدون بشكل تلقائي دون أي مشاكل إلى الفاير بيس. أوكي، طيب أول شيء مطلوب مننا هو نروح على الكومبوننت اللي هي المكونات، وبننشئ مجموعة من المكونات. أوكي، بنروح نضيف أول شيء اللي هو نضيف intent انتقال، والغرض من intent الانتقال هو عشان نضيف زر الباك للخروج من التطبيق، وأيضا نضيف مكون اللي هو الخاص بالتقويم أو التاريخ، ونسمه مثلا بأي تسمية مثلا سي. وأيضا بنحتاج إلى الفايل بيكر، بنحتاج أيضا الديالوج علشان مربع حوار أو حوار للخروج من التطبيق نسميه دي. وأيضا سنحتاج إلى الفايل بيكر لاستيراد الصور من الاستديو، مثلا نسميه FBICK. تمام، وبعدها بنختار من هذا المكان، نختار نوع الملفات المراد رفعها إلى الستوري، هل كل ملفات ولا ملفات صور فقط، ولا مثلا ملفات صوت أو ملفات نص. بنحتاج إلى ملفات الصور فقط، نختار الإيميج. تمام، وبعدها نقوم بالنقر على إضافة. تمام، بعدها بنضيف أيضا مكون للفاير بيس دي بي، ونسميه بنفس التسمية الموجودة معنا هنا. تمام، وأيضا نسميها هنا بنفس التسمية. ثم إضافة، أيضا نقوم بإضافة الستوريج الخاص بالنشر اللي هو بنقوم برفع الصور عليه، ونسميه بنفسها بالتسمية الموجودة معنا. ثم إضافة، وكذا يكون ضفنا كل المكونات اللي بنحتاجها في عمل تطبيق النشر. هنا بنضيف عند الأحداث، بنضيف حدث الرجوع للخلف اللي هو Unback Persist، وبنقوم بالضغط أو النقر عليه، ومن ثم نقوم بإضافة البلوكات الخاصة بالحوار. نذهب إلى الكومبوننت اللي هي المكونات، ومن ثم نقوم بإضافة المكونات الخاصة بذلك. طبعا بنضيف مكون أول شيء اللي هو الخاص بالعنوان، من ثم رسالة الحوار، أيضا بنضيف البلوك الخاص بأوكي بوتون، وأيضا كانسل بوتون، وأيضا بنضيف اللي هو الشو ديالوج، وبنضيف داخل الأوكي بوتون بنضيف اللي هو الخروج من التطبيق Finish Activity. هذا هو. طيب بروح نختار الديالوج دي، تمام. هنا بنقوم بترك عنوان للحوار مثلا الخروج من التطبيق،
ثم حظ. بعدها عند الرسالة هل ترغب بالخروج؟ حظ. عند الأوكي بوتون بنقوم بكتابة خروج، أو ممكن نخليها موافق، وهنا نخليها إلغاء، وكده يكون عملنا الزر الخاص أو الديالوج الخاص بالحوار الخاص بالخروج من التطبيق. ونرجع كده للخلف. طيب الآن في عندنا مجموعة حقول لازم إن احنا نسمي هذه الحقول عشان